الفصائل المشاركة في هذا اللقاء الذي عقد في العاصمة الصينية بكين وتحت رعاية الصين، فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية وجبهة النضال الشعبي وحزب الشعب الفلسطيني وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية. إذن بماذا تعلق على هذا الأمر؟ الحقيقة هذا شيء مفرح. أنا تابعت الخبر منذ يوم أمس، وكنت تابعه منذ فترة طويلة، منذ أكثر من عامين، لأنه كانت هناك جهود الحقيقة يعني مخلصة نسميها من قبل أطراف كثيرة الحقيقة. من ضمنها أنا أعتقد أيضا تركيا حاولت، يعني القيادة التركية حاولت جمع القيادات والفصائل المختلفة على شكل السلطة الموحدة، ودخول حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية، إلى السلطة الوطنية الفلسطينية. قبلها في الجزائر أيضا، يعني في قبل عامين أعتقد في نهاية 2022 كان أيضا هناك اجتماعات متواصلة، يعني استغرقت أسابيع، أعتقد أسبوعين، في نوفمبر 2022 في الجزائر بوساطة كانت أيضا صادقة في جمع لم شمل القيادات الفلسطينية. انتقلت فيما بعد أيضا إلى روسيا، وشفنا أيضا في موسكو تم عدد يعني من الاجتماعات، وكانت هناك مؤشرات على إنجاز هذه العملية بطريقة سريعة، لأنه هو الحل الأنسب الحقيقة. وأنا أذكر دائما واحدة من مستلزمات النصر إن شاء الله المؤزر للقضية الفلسطينية هي توحيد الصف الوطني الفلسطيني. دون هذا لا يمكن أنه نخلق فعلا أسس لمؤسسات فلسطينية ناجحة لمرحلة قادمة، وهي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس الشريف، دون أن يكون هناك أولا وحدة خطاب سياسي ووحدة صف ووحدة مقاومة ووحدة رؤى للمستقبل، كيف تكون القضية الفلسطينية، من يتحمل المسؤولية، هل تتحملها السلطة الفلسطينية اللي انبثقت عن اتفاقات أوسلو في بداية تسعينات القرن الماضي وفشلت حقيقة في انتزاع حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، أم القيادة تتحول فقط إلى حماس والجهاد و الجبهة الشعبية والديمقراطية وغيرها. هذه أسئلة الحقيقة كانت تدور في أذهان أولا القيادات الفلسطينية بصورة عامة، والشعب الفلسطيني أيضا، وبشكل خاص أيضا لمحبي القضية الفلسطينية، محبي حرية الشعب الفلسطيني، أنه يجب أن يكون هناك وحدة صف للفصائل الفلسطينية حتى توحد أيضا الشعب الفلسطيني تحت مظلة واحدة وخطاب سياسي واحد وبرنامج عمل. فاللي حدث الحقيقة، أنا أيضا تابعت هذا الموضوع بعد جهد كبير من قبل القيادة الصينية. القيادة الصينية لعبت دور مهم على مدى الأشهر الماضية منذ طوفان الأقصى ولغاية الآن، يعني توجت هذه الجهود الحقيقة، يعني بحمد الله وشكره أنه يكون هناك رؤى، برنامج واحد واضح لحل كل الإشكالات السابقة في فكرة إقامة دولة فلسطينية موحدة، دون أن يكون هناك لا انشقاق ولا تخندق في